بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في الدرس 16 من دروس دورة في الفوتوشوب CS6. في هذا الدرس بنتعامل مع التصاميم. التصاميم اللي أقصد بها اللي يستخدمونها، الحين أنا بسوي تصميم. لو اخترت هذه الأداة وسويت تصميم اللي هو تصميم مربع، أوكي، بتخرج لنا أدوات التصميم، التعامل مع التصميم. فرضا لو كانت مش موجودة، هذه علامة إخراجها. من هذه تقدر تشوف الآن رؤوس الزوايا مثلث. هنا تتعامل مع الكل، مربوطة يعني بالكل. شوف هذا، إذا أنت بتحرك ذي الجهة بس، يعني فرضا هذه الجهة، تقدر تبي تحرك ذي الجهة، تبي تزودها. شوف 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 شلون شكله يطلع. هذا التصميم، هذا المقصود بالتعامل مع التصميم. ها هنا تبغى تحرك هذه الجهة، الزاوية. شوف، خلنا نوخرها. هذه التصاميم، هذا اللي يتعامل مع التصاميم. فرضا هذا اكثر حاجة يستخدمونها مطورين الويب، مطورين صفحات الانترنت. تقدر من خلال هذه، ها، نسخ التصميم حق هناك. شلون طريقة تحددها وين هذا التصميم؟ تحدده، تضغط عليه باليسار وتضغط اللي هو كوبي سي اس. من هذا الحين انت نسخت الكود حقها. شلون تعرفه؟ تروح تفتح لك صفحة ادوات. من هذا تفتح لك صفحة الادوات هذه. شوفوك انا اللي نسختها هذا الكود، اضغط هذا الكود الشكل هذا، تنسخه وتحطه في الموقع، يطلع لك هذا الشكل بالضبط. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.